أهلا بكم. للمرة الثانية في أسبوع واحد اقتحم أنصار التيار الصدري مقر البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط العاصمة بغداد. التيار الصدري أعلن اعتصام أنصاره وسط مقر البرلمان احتجاجا على مرشح خصوم الصدر السياسيين لرئاسة الوزراء. في المقابل أعلن الإطار التنسيقي الذي يضم بقية القوى الشيعية منذ قليل أعلن تراجعه عن الدعوة إلى التظاهر دفاعاً عن المؤسسات والشرعية وتأجيل ذلك إلى موعد لاحق لإفساح المجال أمام دعوات الحوار. لم يعد مدخل البرلمان في العراق فقط حكرا على من ينتخب، لكنه أيضا مشرع في وجه من يريد أن يحتج. بهذا المبرر وبالكثير من السخط والصخب أيضا، دخل للمرة الثانية مناصر التيار الصدري إلى مجلس النواب العراقي بالهتافات نفسها على من يريد أن يعطل نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة والإصلاح في العراق، أن ينسحب من البرلمان وأن يفسح للمتظاهرين. في تقدير هؤلاء، هذه هي الرسالة التي جاءوا إلى هنا لأجل إيصالها. غاب النواب ورئيس البرلمان عن جلسة كانت مقررة هنا. حضرت صورة مقتدى الصدر، دعا رئيس الوزراء لحماية أمن المتظاهرين، فيما جلس المحتجون على المقاعد 73 التي انسحبت منها الكتلة الصدرية قبل أسابيع بعد تعثر تشكيل الحكومة. ما تنعقد الجلسة اليوم، الجلسة اللي يتم فيها اختيار رئيس وزراء تابع إلى أجندات خارجية ويعمل على بناء ميزانية حزبه ولا يشكل حكومة أبوية ترعى مصالح الشعب، ما في جلسة اليوم. وإحنا الشعب العراقي لنا تاريخ في الثورات، اخرجوا وشوفوا اذا مقتدى الصدر راد عليكم، فرض عليكم رئيس جمهوريه رئيس وزراء، ذاك الوقت تقول مقتدى الصدر والله راد من عندنا. هيش هنا في الخارج اقتحام المنطقة الخضراء شديدة التحصين كان بحسب السلطات العراقية بكلفة إصابة 125 في صفوف المتظاهرين ورجال الأمن. هذه المشاهد تدل أن الاحتجاجات المستعيرة في العراق قد تنحرف في أي لحظة إلى مواجهة يحذر منها كثيرون. الشارع في مواجهة الشارع، ذلك ما يخشى أيضا منه الجميع. بعض من نذره تقرأ في بيان التيار التنسقي خصوم التيار الصدري على ما جرى. التيار دعا أيضا مناصريه إلى احتجاجات سلمية لأجل ما أسماه حماية الدولة. في العراق الحمولة السياسية لهذه التصريحات والتصريحات المضادة تشي أن الأزمة العالقة عند تشكيل الحكومة قد تمتد في مكان ما وزمان ما إلى الأسوأ. وتفاعلا مع التطورات، أعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي تعليق الجلسات فيه إلى أجل غير مسمى، كما دعا إلى ما سماه بلقاء وطني عاجل يجمع كافة القادة والكتل السياسية ويفضي إلى حوار فاعل يغلب مصلحة الوطن على حد تعبيره. أما نوري المالكي الذي رفع أنصار التيار الصدري صورا ولافتات منددة به خلال اقتحامهم البرلمان اليوم، فدعا الإطار التنسيقي والتيار الصدري إلى موقف مسؤول يستوعب الصدمة وينطلق في حوار جاد، كما جاء في بلاغ لمكتبه الإعلامي. من جانبه، دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق مصطفى الكاظمي إلى التعاون لإيقاف ما سماه بالفتنة. وفي كلمة متلفزة قال الكاظمي إن العراق يمر بظرف صعب يستوجب تكاتف جميع القوى السياسية في البلاد. لابد أن تجلس الكتل السياسية وتتحاور وتتفاهم من أجل العراق والعراقيين. ويجب الابتعاد عن لغة التخوين والإقصاء، ويجب التحلي بروح وطنية عالية جامعة. فألف يوم من الحوار الهادئ خير من اللحظة تسفك فيها نفط الدم عراقي. تعود الأزمة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي إلى مرحلة ما بعد الانتخابات الأخيرة التي فاز فيها الصدر ورفضت نتائجها أحزاب الإطار.
تنتقل الأزمة السياسية في العراق من أروقة المكاتب إلى الشارع بعد استعراض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قوته الشعبية رفضا لمرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني. هذا الواقع المتأزم يثير مخاوف من احتكاك بين الصدريين والإطار التنسيقي الذي يمثل المعسكر الحليف لإيران وترتبط بكتله السياسية فصائل مسلحة، خصوصا أن التصريحات من الجانبين تؤكد المنح التصعيدي. لكن الأزمة السياسية الراهنة في بلاد الرافدين ليست وليدة اللحظة، فقد بدأت نهاية العام الماضي عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية التي أفرزت فوزا كبيرا للتيار الصدري، وهو ما يعني منحه الحق في تشكيل الحكومة. أكد زعيم التيار آنذاك أنه سيشكل حكومة أغلبية ممثلة في الأحزاب التي حصلت على أعلى عدد من الأصوات. هذا المعطى فهم أنه قرار للصدر بإقصاء بعض الأحزاب الشيعية الأخرى، خصوصا المنضوية تحت ما يسمى بالإطار التنسيقي، أهمها ائتلاف دولة القانون بزعامة نور المالكية وتحالف الفتح الممثل الرئيس لفصائل الحشد الشعبية، إضافة إلى تحالف قوى الدولة الوطنية برئاسة حيدر العبادية الذي يضم أيضا تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم. أحزاب الإطار التنسيقي طعنت في نتائج الانتخابات واتهمت السلطات بتزويرها ليدخل الإطار في مواجهة مع التيار الصدري الذي كان أحد مؤسسيه، فاختار الإطار التوجه نحو تشكيل حكومة توافقية يكون فيها لكل كتلة مناصب وزارية مرضية، بينما تشبت التيار الصدري والمتحالفون معه من السنة والأكراد بحكومة أغلبية. عليكم السلام. بعد هذه الأزمة داخل التيار الشيعي قرر الصدر يونيو الماضي الانسحاب من العملية السياسية في البلاد، فاستقال نوابه من البرلمان ليفسح المجال للإطار التنسيقي بالتفرد بمشهد تشكيل الحكومة، فاستقر الإطار على اختيار محمد شياع السوداني. إلا أن الصدر ورغم عدم وجود تمثيل له داخل البرلمان رفض ترشيح السوداني لتندلع الأزمة من جديد دون حل في الأفق. وللمزيد أرحب بضيفي من بغداد إحسان الشمري، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد. أهلا بك سيد الشمري. في البداية يعني أود أن أعرف منك، تراجع الإطار التنسيقي الذي ورد منذ قليل عن دعوة أنصاره للخروج إلى الشارع، هل سيعقبه أيضا سحب اسم محمد شياع السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء؟ شكرا على الاستضافة. تأجيل تظاهرات الإطار التنسيقي أنا أعتقد أنها تمثل رسالة تهدئة، بالتحديد على اعتبار أن وجود تظاهرتين لقوى تعيش أزمة سياسية كبيرة قد يؤدي إلى تصادم. طبيعة المواقف المتباينة داخل الإطار التنسيقي أنا أعتقد قد تدفع بما لا يقبل الشك إلى إعادة تموضع، ليس فقط على مستوى اسم المرشح وإنما على شكل الحكومة القادمة، خصوصا وأن الموضوع لا يرتبط، يعني هذه التظاهرات لا ترتبط بقضية اسم المرشح رغم أنها جزء أساس مما دفعها إلى اقتحام البرلمان ومنع عملية تشكيل الحكومة. لكن بالنهاية الذهاب نحو حكومة توافقية أيضا سيولد مزيد من الاقتحامات والتواجد داخل المنطقة الخضراء، لذلك أنا أتصور بأن هذا التراجع قد يدفع الإطار نحو أولا حكومة يشكلها رئيس وزراء مستقل تعد لانتخابات ما بعد عام من بالتحديد، أو بقاء الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي، وأيضا على اشتراط أن تعود لانتخابات جديدة ما بعد عام منه بالتحديد. أنا أعتقد هي الإطار يحاول التهدئة وعدم التصعيد، خصوصا وأن بياناته ومواقفه منذ الأمس قد دفعت أتباع زعيم التيار الصدري إلى اتخاذ مواقف راديكالية، وهذا ما شهدناه إلى حد هذه اللحظة داخل المنطقة الدولية وبالتحديد داخل البرلمان العراقي. نعم، كيف سيتعامل الصدر مع دعوات حسن النية هذه كما وصفتها والتي وردت على في بيان الإطار التنسيقي الذي يعني أجل النزول إلى الشارع؟ هل سيقوم بسحب المتظاهرين من البرلمان؟ هل
سيكون هنالك شكل من أشكال الحوار الذي طالما تردد على أنه المخرج الوحيد على لسان العديد من القوى السياسية وكان آخرهم الكاظم؟ أنا أعتقد أن الصدر ينتظر ترجمة واقعية وعلى الأرض بالتحديد لهذه النوايا وعملية إبداء المرونة التي ظهر بها الإطار التنسيقي بالتحديد، يعني فيما يرتبط بسحب المرشح وأيضا الإعلان على أن الإطار التنسيقي سيتخلى عن قوته السياسية مثل ما تخلى زعيم التيار الصدري عن قوته في البرلمان وقدم استقالات. حين ذلك يعني يمكن أن نرى على أقل تقدير جلوس إلى طاولة حوار يعني ما بين الإطار من جهة والكتلة الصدرية من جهة أخرى لرسم معالم المرحلة القادمة. يعني أتحدث عن الانتخابات فيما يرتبط بقانون الانتخابات وأيضا أعضاء مفوضية الانتخابات. بخلاف ذلك أتصور بأن بقاء البرلمان مطوقا من أعضاء من قبل أتباع زعيم التيار الصدري قد يكون أمرا واردا. هو يريد أن يذهب باتجاه مفهوم أو مصطلح البرلمان الغائب، أي يقطع الطريق أمام أي محاولة لعقد جلسة يمكن من خلالها تكليف أي مرشح للإطار التنسيقي. نعم، يعني إيران هي لاعب أساسي أيضا على الساحة العراقية. ما الذي تريده إيران من مجموع ربما القوى التي تقوم بتمثيلها أو على صلة جيدة بها إن صح التعبير ممثلة بالإطار التنسيقي؟ ما هدف إيران وما الذي يمكن أن يشكل حل وسط بين إيران من جهة وبين التيار الصدري المدعوم شعبيا بقوة كما رأينا؟ إيران فاعلة، يعني وجود قاآني أنا أعتقد هو جزء من عملية الاستفزاز بالنسبة لجمهور وأتباع مقتدى الصدر. يعني هذا التدخل الإيراني، وجود قاآني لوضع اللمسات الأخيرة للحكومة القادمة يجب أن ينتهي. أنا أعتقد أن إيران بالتحديد يجب أن تتراجع خطوة إلى الخلف، ليس فقط على مستوى التدخل في شؤون تشكيل الحكومة وإنما حتى في قضية دعم الحلفاء حلفائها في الداخل العراقي، على اعتبار أن استمرار هذا الدعم أنا أعتقد أنه سيؤزم الوضع بالنهاية. المقاربة التي يمكن أن تمضي بها إيران في هذا الوقت بالتحديد هو الضغط على الإطار التنسيقي لغرض التنازل عن قوتهم السياسية، يعني فيما يرتبط باستحقاقهم الكتلة الأكبر. هذا ممكن أن يقرب وجهات النظر، أو على أقل تقدير لن يكون هناك استعداء ما بين إيران من جهة وأتباع زعيم التيار الصدري من جهة أخرى. هذا الشمري، يعني هنالك الإطار التنسيقي لا يمتلك أغلبية برلمانية دون حلفاء من السنة وأيضا الأكراد. ما الذي يجبر هاتين القوتين على الرضوخ للمطالب الإيرانية اليوم؟ القوى السنية والكردية يعني قد تكون غير معنية، لا ترضخ بقدر ما أنها تدرك جيدا بأن ما يجري هو داخل البيت السياسي الشيعي حتى وإن لم يكن ملتئما ومنقسم، لكن بالنهاية هي لا ترضخ، هي لا تزال تسير وفق العرف الذي أسست عليه العملية السياسية من أن رئاسة البرلمان للسنة ورئاسة الجمهورية إلى الكرد، وبالتالي نأوا إلى حد ما عن طبيعة الصراع الذي يدور. بالنهاية إذا ما وجد السنة والكرد كقوى سياسية من أن هناك شبه اتفاق شيعي نحو مرحلة جديدة، فبالنهاية قد لا يعد خضوعا لإيران بقدر ما أن الموضوع هو محاولة لدفع الأمور إلى مسارات يمكن من خلالها فرض مزيد من الاستقرار في العملية السياسية. شكرا جزيلا لك إحسان الشمري، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، حدثتنا من العاصمة.